تكامل محدد بس ايش بس كاحصائيه كم مراجعه تكاملات محدده وتكاملات دوام 30 اثنين فقط من تاب اثنين من اصل 50 طالب. شباب انتهينا ذيك المحاضره من شرح كامل لطريقه فورير سيريز مع مثال اول مبسط جدا لتوضيح كيفيه تنفيذ هذه الخطوه. هسه احنا اليوم قبل ما ناخذ امثله اخرى راح ناخذ خطوات اساسيه. قواعد اساسيه استنتجناها من المثال الاول. الرولز اللي راح نخليها اولا من القواعد داله اشوف الداله بالسؤال. احاول ابحث اول شيء عن الافرج مال هذه الداله. وعرفنا شنو الافرج ديش المحاضره. تكامل داله لفتره كامله تقسيم الفتره. اف افرج او خلينا نسميها جنرال اوف اكس اوف سي از زيرو. اذا شفت الافرج هو زيرو شلون اعرف الافرج زيرو؟ دائما اشوف الاريا بالبلس تساوي الاريا بالماينس. مثل هذا الاكزامبل هسه اللي اخذناه الكويز اللي اخذناه هذا الافرج مالته ايش قد زيرو؟ من يقدر يقول الافرج قد اذا كان من صفر الى اي؟ الافرج اي على اثنين؟ الافرج اي على اثنين؟ صفر الى اي الاي افرج على اثنين الفتره من الفترات فتره كابتر تي كامله. بينما اذا كانت هذه النازله اللي جوا من اي الى ماينس اي الافرج راح يكون صفر. بس اشوف الافرج زيرو ايش راسا شو اقول؟ The end اي نوت اكوال زيرو. ورجاء اضغطوا اي نوت وليس اي اي نوت وليس اي. القاعدة الثانية شو تنتج يا شباب من يتذكر محاضرة سابقة؟ شو تسبب اي ان صفر؟ إذا الموجة اوت إذا الاكس اوف تي اف اكس اوف تي اود فانكشن بين شنو اللي يكون زيرو؟ اي ان يكون زيرو كل قيم اي ان طبعا اي ان اكثر من قيم مثل ما اتفقنا. عكس هذه القاعده اذا الاكس اوف تي از ايفن بي ان القاعدة الثانية ليش إذا أود ليش إذا أود كل الأيام راح يساوي صفر؟ لازم نفهمها كل زين. ليش الدوال اللي هي الأصل الدالة أصل الويف فورم أود ما راح يطلع بها أي قيمة لأي إن؟ ليش؟ لأنه قلنا الدالة الفردية هي دالة فردية بالأصل. ما أتوقع أي وحدة من المركبات مالتها تطلع زوجية. والأي إن هو الكوفيشنت مال من؟ هو الكونستانت مال من؟ مال كوساين. كل الاي ان هو للكوساين والكوساين مركبه زوجيه. فما اتوقع اذا الداله اصليه فرديه ما اتوقع يطلع باي مركبه زوجيه. وهاي ما لكم تحفظوها حفظ. انت تعرف الساين فردي الكوساين زوجي وتعرف الاي ان هو الكوفيشنت مال الكوساين والبي ان مال الساين. فاذا تجي داله اود اقول اوكي هذه اود يعني من جماعه الساين يعني اي كوساين ما بي يعني اي كوفيشنت الكوساين ما معناه اي. يعني اذا طلعت اي نوت صفر يعني هي اكيد اي انصف. اكبر خطا يرتكبه طلابها. اكبر خطا يوقعون فيه الطلاب دائما يقول لي اي افرج اي افرج صفر اذا الاي نوت صفر معناه الاي ان هم صفر. هواي طلاب عندي تجي بالفاينل بالدفاتر السنوات الماضيه. اعطيه داله طلعت الاي نوت صفر قال لي الاي ان هم صفر. يا بني ليش ما ممكن تكون داله الافرج مالتها صفر
بس هي اود مثلا مو او هي ايفن. اعطيكم الدواء. احنا ناخذ اكزامبل على الحاله الاولى. اوكي اكزامبل على الحاله الاولى. او خلينا ناخذ مجموعه اكزامبلز عام وخلينا نشوف هذه اود ايفن افرج مالتها شنو الاين مالتها شنو. اولا اخذوا هذا الدالة اللي هسه جتكم بالامتحان. هذا شنو بيها صفر؟ هل الافرج صفر؟ لا. لا. الاي نوت لا يساوي صفر. الا فات قيمه لازم احسبها. الاي ان هل هي اود؟ هذه لا اود ولا ايفن. فالاي ان الى قيمه والبي ان الى قيمه. اوكي مثال ثاني هم من صفر الى اي الاي نوت ايش قد صفر؟ لا مو صفر الا فات قيمة. اوكي الاي ان هي دالها اود لو ايفن؟ ايفن صارت ايفن حتى لو الافرج مالتها لاحظ هذا الاكزامبل اللي اعطيتك اياه حتى اذا الافرج مالتها مو صفر بس اي ان الى قيمة. هاي البي ان مالتها ايش قد هذه؟ صفر. ليش البي ان صفر؟ شوف رول نمبر 3 if x of t is even function البي ان راح يساوي لازم اميز بين الافرج بين الاود والايفن ورجاء هاي ما نغلط بها بعد هذه اللي صارت لما تناظرة حول الواي اكسس ما بيها شنو؟ ليش؟ هسه هذه الدالة من تي اكبر من صفر مو تناظر تي اصغر من صفر؟ وكأنه هذه مخليها في مراية وطالع الموجة منها؟ هذه؟ لا يفلونها لا هذه شوفي هذا الاكس اكسس الاكس اكسس وين صاير؟ الاكس اكسس صاير هنا بينما هذه الاكس اكسس صاير بالنص لما الاكس اكسس يصير هنا الواي اكسس يصير بالنص صار متناظر تريد تتخيلون دائما الداله الايفن معناها لازم هم هي بلس ماينس من الاكس اكسس وبلس ما له علاقه زين ممكن نحصل داله اود ممكن نحصل دالة اود بس الاي مالتها الى قيمة الافرج مالتها الى قيمة خلينا نشوف دالة اود هذا اكزامبل ثالث الدالة اود هذه اود فانكشن اود فانكشن هذه هنا ايش اشوف الاي نوت ايش قد؟ اي نوت صفر لانه على دوره كامله اول شيء حدد الكابيتال تي وين شوف البلس يساوي ماينس هذا ايش طلع؟ زيرو ليش؟ لانه الافرج از زيرو الاي ان الاير ايش قد؟ الى قيمه مو صحيح؟ صفر. اي ان صفر لانه اود.
البي ان شوف يبدو يبدو تخيلنا انه ما اقدر اسوي دالة اود اذا ما بيها بلس ماينس صح لو لا شباب انتبهوا شوي على هاي النقطة اقدر اسوي دالة اود اذا ما بيها بلس ماينس بتساوي فدائما اذا 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 الدالة اود يعني لازم هذا له قيمة مو صحيح لازم هذا زيرو سوري لاحظوا الاستنتاج على الاغلب اي دالة اود اي دالة اود ايش راح تعطيني راح تعطيني الافرج صفر ممكن واحد ينطيني دالة اود بس الافرج مو صفر ممتاز جدا شوف نفس هاي الموجة اللي هي اود هذا يصعد اي بينما بالسالب هو اي على اثنين وهنا ماتين اي على اثنين فدائما هذا يوصل اي وينزل شنو اي على اثنين اوصل اي ينزل اي على اثنين هنا ماتين سالب اي وفوق اي على اثنين ويستمر بهالشكل هذا بدال شنو هي اود بس الاي مو صفر واضح شباب فماكو ربط ماكو ربط بين الافرج مال الداله بين الاود والايفن هاي الخطوات شو تفيدنا افرض واحد بالامتحان ما التزم هاي الخطوات شو راح يواجه اذا كانت الداله اود او ايفن او الافرج مالتها صفر راح يحل هواي حل يطلع الناتج صفر فليش يدخل كل هاي ليش كل هاي الحسابات بدون فايده من البدايه يقول اول شيء اشوف الداله اذا داله الافرج مالتها صفر اذا الاي نون صفر اشوف الاود والايفن راح اخلص واحد من الاثنين لو من الاي لو من البي اصعب ما يواجهنا هو اذا كانت الداله لا الافرج مالتها صفر ولا هي اود ولا هي ايفن اللي هي بس السهوله بهذا الموضوع جيد بهذا الموضوع هو انه بعض البعض صفر يعني بعض الجزء كبير من الداله صفر او اي الاصعب ما يكون اذا كانت هاي معادلات مستقيم ترينجولر معادلات مستقيم مع شنو مع لا اود ولا ايفن ولا الافرج زيرو شباب قلنا نمسح ان شاء الله راح نخلي الستيبس اللي اخذناها الستيبس اللي اخذناها اللي طبقناها على المثال اللي راح نسويها بالستيبس خطوات لحل سؤال فوري هاي الخطوات بالتفاعل وياكم بالحل السؤال الاول اول شيء بالسؤال فورير شو نسوي شوف الاكزامبل مالتكم شو محاضره اول شيء سوينا لا نكتب المعادله زين اذا اعطاني بس رسم انا شلون اعوض اول شيء رايت اكس اوف تي ماثماتيكال اكسبريشن تعبير رياضي ماثماتيكال فورمولا اول شيء نكتب المعادله الرياضيه للاكس اوف تي اذا هو مطنيها الاكس اوف تي الخطوة الأولى محلولة وراها شو نسوي
وراها نكتب المعادلات الصيغة العامة، ما راح نكتبها خطوات تفصيلية. رايت اي نوت اي ان بي ان از انتجرال. نكتب تكاملات مال اي نوت اي ان يعني شو نسوي؟ ننزل الاكسورتي بالتكامل. وهاي الخطوه شو ننتبه على شنو؟ شيء مهم، حدود التكامل اهم شيء. اهم شيء شنو عندنا المهم هنا؟ اهم شيء الليمتس. اذا كتبنا هاي الخطوه بشكل صحيح، يعني كتبنا الاي نوت اي ان بي ان، نزلنا الاكسورتي بشكل صحيح، هي مين رد لها جهد؟ هذه الاكسورتي وحدها اذا عندي معادلتها، هذا اكسورتي ويا كوساين، هذا اكسورتي ويا ساين. الجهد وين يصير؟ احتماليه الخطا وين يصير؟ حدود التكامل. انتبهوا للليمتس. لحد هنا نكتب الليمت صحيح الى درجه، جزء من الحل اخذ عليه درجه. اوكي؟ درجة السؤال تتقسم على هاي الستبس. على الأقل إذا ما قدرت توصل للسؤال بالأخير، على الأقل هاي الستبس تبدي بيها التسلسل. وراها انتجريت. أنا داخل كلها بصيغة أمر. انتجريت أن يعني شنو؟ كامل أن سبستيوت عوض. وش شنو هي؟ سبتوت ذا ليمت. هاي يرجع لها عليها درجة هاي الخطوة. إذا كامل صحيحة وضعت حدود التكامل صح، وهاي عليها درجة الأكبر. هذا الفرع عليه الدرجة الأكبر. أربعة شو نسوي؟ عوضنا حدود التكامل. عوض ال أوميجا نوت أربعة، خلي مكان كل أوميجا نوت شو يساوي؟ 2 باي على كابيتال تي آن سمبليفاي. سمبليفاي بسط. شيء مهم بالخطوه رقم 2 ايضا، بهاي الخطوه اللي نحدد ياهو منهم صفر ونكتب الصفر اللي قدام. خطوه رقم 2 نشوف افريج ايفن اود. الخطوه رقم 2 تقريبا المفروض اذا داله اود يبقى عندي بس البي انا احله. خطوات ثلاثه ورا اسويها بس للبي، اذا داله ايفن الخطوات اسويها فقط لل اي. الأفرج اللي هو موجود أو ما موجود، ما له علاقة بالأود والإيفن. هسه عوضنا أوميجا نوت، بسطنا، إيش طلعت عندنا؟ المفروض عندنا دلالة إن، أوكي؟ وراها هنا كالكوليت كالكوليت أي نوت أي إن. شوف أور، انتبهوا لي هاي الكلمة أور بي، لانه احتمال انا واحد منهم، احتمال انفذ كل الحل لواحد منهم يعني. لا احتمال بس الاي بي ان، احتمال بس الاي ان، احتمال ياهل منهم صفر انا انفذ للموجود يعني. لا بالانجليزي نعدد، بالانجليزي نعدد وبعدين نقول هذه
or bn for n equal for n equal 1 2 3 فد 4 5 عدد كل اشكال تعملها لأي موجودة الجنسيات الخطوة الأخيرة رايت x of t in Fourier series. المفروض لحد الآن لحد هنا كل سيرز بعد مو صح. أي دالة من الدوال؟ أكتب الصيغة العامة مالتها الـ x of t صيغة رياضية إذا ما هم طينياها. اشوف ياهو اود ياهو ايفن اشوف ياهو منهم صفر واخلص منه. اللي مو صفر اكتب معادلته كتكامل واهم شيء حدود التكامل انتبه بهاي الخطوه وراها اكامل واعوض حدود التكامل وراها نعوض المكان اللي قلنا 2 باي على تي ونبسط. المفروض من هاي الخطوه ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا فد الاي ان اي ان اور بي ان بدلاله ان دلاله ان. فاللي يطلع لنا بدلالة ان بالخطوة رقم 5 نحسبه نعوض ان 1 ونطلع الـ ان اي 1 و اي 2 و اي 3 بعدين نطلع بي 1 بي 2 بي 3 اذا قيمته مو صفر. طلعنا هاي القيمة طلعنا الايات ارجع للصيغة العامة الصيغة العامة مستقبلش اعوض الاي 1 في كوساين اوميجا نوت الاي 2 في كوساين 2 اوميجا نوت الاي 3 كوساين 3 اوميجا نوت. اما البيات نفس الشيء البي 1 في ساين اوميجا نوت انا يعني اوميجا نوت شيل الان هذا كله بالاي 1 هو لا للان 1 اذا طلعت مثل افرض الاي صفر طالع دي طلعت بي ان مثلا البي ان ما راح يطلع لك بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 هاي بي 1 بي 2 بي 3 هي 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 كوفيشنت شنو ثوابت مال شنو ساين ساين اوميجا نوت ساين 2 اوميجا نوت ساين 3 اوميجا نوت ساين 4 اوميجا نوت مثل ما هاي الخطوات كلها طبقوها على الاكزامبل اللي عندكم بالسوق بالمحاضره السابقه. مطبقيها تماما. المفروض لحد الان نظريا نظريا اي سؤال فورير بعد نقدر نحله. اي سؤال فورير يجينا اي داله كانت شرط شو تكون بيريودك؟ شرط تكون بيريودك هو شرط الفورير سيريز، الفورير سيريز يشتغل فقط على البيريودك سيجنالز. ولاحظ كتبناها بالبدايه. فقط البيريودكس اي اشاره بيريودك لازم اقدر اطلعها بدلاله الساين والكوسين. بس عاده تواجه الطلاب بعض الصعوبات وهي ركز عليها بهاي المحاضره. وين تجي الصعوبات؟ التكاملات. صعوبات التكاملات كل ما كان داله معقده اكثر كل ما كان التكامل معقد اكثر. احنا طلبنا منكم المحاضره السابقه انه تراجعون تكاملات المحددة وتكاملات دوال مثلثية وتكامل تي ويا الكوساين وتي ويا الساين تذكروها؟ إذا تي جوا الساين وتي ويا الكوساين لازم تراجعوها. راح ناخذ مثال بسيط نطبق عليه هالخطوات. إذا كانت الدوال دالة مثلثية. أوكي؟ إكزامبل فاين او لا خلي اعطي سؤال شامل بصيغه اعم احسن. بلوت بلوت x of t in frequency domain. قايل حاشي على فورير هو؟ ما طالب ايش الفورير؟ قال بلوت اكس اوف تي فورير دومين. بس نجي نشوف الاكس اوف تي ايش راح نلقاها؟
طلاب رجاءً اهتموا بالإحداثيات ومسمياتها. من تحلون انتبهوا لإحداثيات ومسمياتها. هذه تي، هذه اكس اوف تي. اكس اوف تي قال هي تعلم نشوف. خلطي مثال شوية معقد. هذه هاتو تي، هذا راح يكون تي على اثنين. نانا ثلاث عمدو يسموها كي. يبدو هاي دالة مثلثية، يريد الفريكونسي دومين مالتها. شو راح نسمي الفريكونسي دومين؟ اول واحد يجي يفكر يقول خلي اكس اكسس اف، هذا اكس اوف اف، وابدي ارسم. شلون ابدي ارسم؟ عندي رسم مباشر تراينجولا؟ ما عندي. لازم شو اسوي؟ احولها الى شنو؟ الى ما يكافيها بالساين والكوساين، احولها الى فوريير سيريز. فمن يقول لك بلوت ان اكس اوف تي بلوت ان فريكونسي دومين ومنطق داله مو ساين وكوساين، معناها شو يريد منك؟ تحللها فوريير وترسم. طبق هالخطوات شباب. اول خطوه شنو؟ اكس اوف تي. كم قسم راح اقسم؟ ثلاث اقسام. احنا ماخذين هذا المثال هسه، هذا دا اكمله هاي ناقص تي على أربعة، وهذه تي على أربعة، مو صحيح؟ خلينا نتعلم هذا المثال شوية. بعض المهارات الرياضية اللي يقدر أبسط بها الحل، نكون دقيقين بالرسم مالتنا. المهارات الرياضية قدامي دالة مثلثة، ايش راح اصير؟ كم دالة؟ كم قسم؟ هذا قسم، هذا القسم كله الى ثلاثة تي على اثنين، وهذا القسم الاخير ثلاثة تي على اربعة. من هسه اشوف كم قسم راح يصير عندي؟ هذا قسم، هذا الثاني المستقيم الثاني، هذا المستقيم الثالث. زين اقول هاي مو خوش شغل. اول شيء هي دالة الافرج مالتها صفر، خلصنا من لأي نوت؟ أو دالة هذه أود، فخلصنا منه من الأيم. صار عندنا بس البي، أوكي؟ زين أجت واو على البي إنها صار ثلاث تكاملات، وكل تكاملات هذه بي تي وهذه بي تي وهذه بي تي. زين كل مضروبات ساين، لأنه بي إن ثلاث حدود تكامل. من يقدر يسوي لي تكاملين بس؟ معادلة واحدة. انتبهتوا زميلكم؟ ممتاز جدا، ممتاز جدا. أنا شريد فوريا، شريد دورة كاملة، مو صحيح؟ من الصفر للكابيتال تي أو من الناقص تي على أربعة للثلاث أرباع. دورة كاملة مو دورة كاملة؟ هاي الدورة كاملة كم معادلة بيها؟ معادلة ايش؟ قد سويت التكاملات؟ من ثلاثة؟ ثلاثة. تلاحظون شلون المهارات الرياضية؟ هاي عندكم مكتوبة رجعوا للتراينجلر، موجودة هاي المعادلة تحت، صح ولا لا؟ مكان الكي كتبوا اي، مكان الاي كي راح تطلع المعادلة. تذكرون اللي كانت 4 4 اي 4 كي على تي في تي زائد هنا 0، بعدين هذا زائد 2 اي، هذا ناقص 4 اي، تذكروها. هسه شوفوا هاي نفس المعادلة، نفس المعادلة، كتبوها بصيغة رياضية ابسط لنا كفورية. ايش راح نقول؟ راح نقول اول شيء هذا معناته المستقيم احنا كنا نعرفه كي مكان اي 4 كي على كابيتال تي في تي زائد صفر. هذا منين يا فتره؟ هذه من سالب تي على 4 تي على 4 للتي على 4 4. هذا معادلته كانت شنو؟ كان ناقص 4 كي
كي على تي، تي زائد الاثنين 2 كي، اثنين تي على 4 3 تي على 4 نشوف وجوه ما قبلت هاي ما عبرت عليها هاي الشباب شباب صح ولا لا؟ من عنده مشكلة في هذا الموضوع؟ أنت مش شلون كتبناها بهالشكل صح؟ من بعد يشارك زميلتكم نفس الرأي؟ لو واضح لكم كلكم واضح لك؟ تحويل اللي صارت؟ مكان ما حل ثلاث معادلات أنت انتبه لي شوي هنا أنا لازم أكتب لازم أحل لازم هاي الاكس اوف تي أحطها بشنو؟ قلنا راح نحسبها فقط لبي ان فقط لبي ان البي ان هو الاكس اوف تي في ساين لازم أحط معادلة هذا المستقيم ويا ساين معادلة المستقيم هذا الثاني ويا ساين هذا المستقيم الثالث ويا ساين راح تصير عندي ثلاث تكاملات واحد يقدر يختصر الحل من ثلاث تكاملات إلى تكاملين بنفس الدالة يعطي نفس الناتج احنا ايش قلنا؟ هاي المعادلة إذا ناخذ من صفر إلى كابيتال تي إلى كابيتال تي كاملة كم معادلته توصلها؟ معادلة هذا المستقيم معادلة هذا الربعين نفس المستقيم فما أحتاج أفصلهم إيش يصير يصير معادلة واحدة وربع الأخير معادلة بس إذا طبعنا للدالة رجعنا الناقص تي على 4 المهم بالفوريير بكتابة معادلة الدالة المهم آخذ فترة كاملة منين ما كانت هاي الفترة؟ أفرض من ناقص منها من ناقص تي على 2 إلى تي على 2 نفس الفترة عادي فزميل اقترح قال ناخذ من سالب تي على 4 إلى تي على 4 هذا مستقيم واحد ولا؟ مستقيم واحد إلى معادلة واحدة هاي معادلة هاي معادلة منين جبناها؟ راجعوا المحاضرة اللي شرحنا فيها ترانجلر ويف تعرفون هاي المعادلة منين جت؟ الفترة الثانية الربع الثاني والثالث في معادلة واحدة ونفس هاي المعادلة تراجعوها بالمحاضرات السابقة. هسه الحل قد صار بسيط. نجي نطبق هاي الخطوات. إذا أول تلاحظون كتابة الاكس اوف تي ايش قد مهم؟ من هذا الاكزامبل أول شيء كتبنا؟ من هنا بدا السولوشن. أول شيء كتبنا؟ اكس اوف تي. هسه ايش نكتب؟ تكاملات نجي نشوف نجي لاي نوت لاي نوت يقول شو يساوي؟ صفر ليش؟ لازم اكتب ليش؟ بيكوز افريج از زيرو الاي ان اكول زيرو ليش؟ بيكوز فانكشن از اود البي ان شو يساوي؟ 2 على كابيتال تي من 0 الى كابيتال تي اكس اوف تي ساين ان اوميجا نوت تي دي هاي صارت صار مباشر هذه التكاملات بعد حفظناها كم قسم اقسم؟ حسب المعادلات اللي عندي. ايش اقول؟ اقول التكامل الاول من صفر. الناقص تي على 4 الى تي على 4 شباب حدود تكامل منين اجيبها؟ انتبهوا حدود تكامل منين اجيبها؟ للفترات مالك شوف. مال الدالة شنو هي؟ 4 كي على كابيتال تي في تي زائد خليك تكتب ايش بيها عندي ورا نشوفها بس صبر ما راح تكفي المره الدالة شنو هي؟
4 k على كابيتال تي في تي زاد الاثنين زاد الزيرو هذا كوس في شنو في ساين ان اوميجا نوت تي زاد زاد الفترة الثانية ايش قد؟ تي على 4 من تي على 4 إلى 3 تي على 4 شنو التكامل؟ 4 تي على تي ناقص طبعاً نفتح قوس هنا للدالة لأن الدالة صار من جزئين حتى تضرب الساين ناقص 4 كي على تي تي زائد 2 كي هذا كله مضروب في شنو؟ مضروب في ساين ساين ان اوميجا نوت تي دي هات يلا نسد القوس تلاحظون اذا موجه مثلثه هنا كانت كل هذا كان مكانه شنو بال كان مكانه لو اي لو ماينس اي المثال شوي تعقد مو صحيح؟ نجوى يساوي 2 على كابيتال تي 2 على كابيتال تي راح يطلع عندي 4 كي على كابيتال تي اطلعها برا اخلص منها اوكي يبقى تكامل من ناقص تي على 4 الى تي على 4 تي ساين ان اوميجا نوت تي 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 زائد ما اقدر اطلع انا ما اقدر اطلع خمس تكامل مو هذا شنو؟ اوكي نقدر نسوي ثلاث تكاملات راح اصير ناقصا اربعه ناقص فتطلع لي برا سالب سالب 4 كي على كابيتال تي هذا كله في تكامل من تي على 4 الى 3 تي على 4 فقط ساين تي في ساين ان اوميجا نوت تي دي تي زائد تكامل هذا 2 كي ويا ساين 1 الاثنين كي ويا ساين واحد تكامل جديد حدود تكامل نفسها تي على 4 الى 3 تي على 4 راح يطلع 2 كي ساين ان اوميجا نوت تي صارت ثلاث تكاملات خلينا نقول للطلاب حتى نرجع شويه لان هاي خطوه مفصليه بالحين ومن الاسئله المعقده للترينجلر وين لعادة تجي بالفاينل وين الخطأ بهاي المعادلة الأخيرة؟ إيش
التكامل الأخير إيش بين؟ نفس الفعل نفس الحدود متكرر ليش؟ حدين فصلت هذا الحد فيه ساين والتو كي فيه ساين فصلت بس نفس الحدود تكامل ليش؟ لا لا هذا زائد صحيح بس هذه سالة طلعت بعد ما اشتغل ما كمل بعد ما كمل حتى نطلع الحين ما اشتغل ده خلاص ها هو قسمناه بس قسمناه ما سووا ماكو مشكلة بس استفادينا كلكم حللتوا تحليل كامل حللت المعادلة تحليل كامل ما بيه شيء ثاني ايش طلع ايش وصلنا الى شنو هذا تكامل سهل نقدر احنا صح ولا لا تكامل شنو مثل المثال السابق اثنين كي تطلع برا الساين تكامله كوساين موجب كوساين ونعوض حدود تكامل ونبسط مشكلتنا وين اليوم يا دال هي كلها دال دال الرئيسيه شبيه لا لا هسه هنا مشكلتنا بهذا التكامل وين وصلنا؟ وصلنا لانه الساين مضروبه تي شلون كامل تي في ساين؟ يعني تجي المحاضره ايش تراجعوا لنا؟ تراجعوا لنا تكامل تي في ساين تكامل تي في كوساين اكيد ما حد راجع شباب من نوصل هاي المرحله الحد الاخير مال التكامل كل سهل ينحل بس الحد يعني الاول والثاني ليش هذا حل بسيط؟ ليش هذا معقد ولا؟ إلا إنه هذا ما بيصير. شو الفرق؟ هذا الساين واحد، تكامل الساين واحد كوساين. تكامل الساين إذا مضروب بتي غير شيء. تكامل مباشر لازم أحله يو دي في. أوكي؟ هذا الحل، هذا الحل. وصلنا هذه المرحلة تعيفوا له فراغ. تعيفوا له فراغ. نرجع نكمله. راح أروح نعالج موضوع بالرياضيات. نرجع ندرس الرياضيات شو المفروض هذا الموضوع ناخذه بالرياضيات المفروض انا بالصالات ما له علاقه به بس حتى نمشي بالماده بشكل صحيح لازم اضطر انا اعالجه بالاتصال اوكي هاي المرحله كتبوها خلوا لها فصفحه صفحه ونص فارغه نرجع نكمل الحل من هاي النقطه راح اروح الى موضوع هذا الموضوع شو يعالجنا؟ يعالجنا المشكلة مال إذا جانا تي في ساين أو تي في كوساين. شو نسوي؟ يا شباب؟ تي في ساين أو تي في كوساين. انتجرال أوف تي ساين أند تي كوساين. تي كوساين الطريقة هي نقسم التكامل إلى يو إلى يو ودي في نقسم أي تكامل راح نأخذ مثال مثلا أول حالة مثلا تي في ساين أوكي إذا جاء التكامل تكامل وخلينا ناخذ مثال مثل هذا مباشر نفس هذا نفس نحله بره تكامل مال خلينا نفرض من صفر الى او اي تكامل غير محدد تكامل غير محدد مال تي في ساين ان اوميجا نوت تي دي خلي حلو التكامل ما مخلي ثلاث ناس تكامل زائدا سي تكامل بشكل اكو طريقه ابسط طريقه لحله ان نقسم هذا التكامل الى قسمين القسم الاول كل شيء قبل التي قبل الساين هذا القسم الاول القسم الثاني الساين ويل
دي تي. هذا ما بي دي تي، ايش راح اسمي هذا؟ هذا راح اسميه يو. خلينا نفرض ان نسميه يو. هذا ايش راح نسميه؟ دي في. ليش ما سميته في؟ ليش دي في؟ لان بي دي تي. لان بي دي تي سميته دي في. وكأنه صارت قسمين، دالة اعتيادية ومشتقة. من نقول دي دي في الفي يعني مشتقة الفي، صح ولا لا؟ مشتقة الفي. فيو الدي في. اوكي؟ اكتب يو على صفحة والدي في على صفحة. هاي الحالة اليو شو يساوي؟ اليو تساوي تي. الدي في شو يساوي؟ يساوي ساين ان اوميجا نوت دي تي. في اشكال هذه؟ صعبة؟ لكل واحدة منها مش اوجد. هذه دالة اوجد مشتقتها. وهذه مشتقة اراجعها للدالة. ايش عندي؟ عندي دالة وعندي مشتقة، اوكي؟ دالة مشتقة. الدالة اشتقها؟ والمشتقة كاملة. اراجعها للدالة. فمن يو اوجد دي يو. بهاي الحالة دي يو شو يساوي؟ دي يو يساوي تي، يو يساوي تي، دي يو يساوي دي تي. هو واحد دي تي، وكان واحد واحد دي تي. زين افرض اذا كانت هنا 4 تي. راح ال 4 تي تكاملها 4 وحط دي تي. اوكي؟ زين هاي ايش اطلع منها؟ هي دي في ايش اطلع؟ اطلع البي. الفي شو تساوي؟ الفي طبعا تكامل مال دي في مباشر، صح ولا لا؟ الفي هي تكامل دي في. ويساوي تكامل شنو؟ حط الدي في، شنو هي الدي في؟ ساين ان اوميجا نوت تي دي تي. ويساوي واحد على ان اوميجا نوت مشتقة الداخل خليها برا نقسم عليها بالتكامل، ايش يصير ساين؟ شو يصير؟ ماينس ماينس كوساين شنو؟ ان اوميجا نوت اوكي؟ نرجع نعيد شوية مرة ثانية. لخص مرة ثانية. إذا جتنا أي دالة، هاي بالرياضيات، هاي درس الرياضيات هسه حاليا. تي في ساين أو تي في كوساين، ايش أسوي؟ اقسم كل شيء تي وما مضروب بالتي، كل شيء قبل الساين شو اسميه؟ يو. ساين وين دي تي اسميها؟ دي في. اجي على اليو، اليو دي تساوي تي اشتقها اطلع الدي يو مالتها، والدي في اطلع الفي منها. تكامل الدي في تكامل ساين يطلع ناقص واحد على كوساين. صار عندي؟ صار عندي اليو والدي يو والفي والدي في. شباب تبغوا ايش يصير؟ اليو ومشتقتها والفي ومشتقتها. الناتج هذا التكامل، هذا التكامل اذا كان اسمه اي، اذا كان هذا التكامل اسمه اي، فبهاي الحاله الاي راح يساوي معادله ثابته، معادله بريضه، طريقه من طرق الرياضيات. يقول لك هذا هو جيب اليو في الفي ناقص تكامل مال الفي في الدي يو. انت مو قسمت التكامل يو في؟ الحل مال هذا تكامل حل مباشر، مباشر حل عليك هنا. اليو خليها هنا، البي خليها هنا. هسه مو عندي يو هنا، انزلها تي. البي عندي انزلها ناقص واحد، انزلها هنا سالب. البي عندي هذا البي، الدي يو انزلها اجيب الدي تي واكمل. خلينا نحل حل مباشر، ايش راح يطلع اليو في البي؟ اليو ايش قد؟ تي. اوكي؟ في اليو في الفي، الفي ايش قد؟ الفي سالب سالب واحد على ان على ان اوميجا نوت تي كوساين ان اوميجا نوت تي ناقص الفي ايش قد؟ الفي هذا شباب الفي اكتبه. نقول في دي يو، في دي يو، الفي انزلها اللي هي السالب، وهذا هاي سالب وهنا سالب تصير موجب واحد على ان اوميجا نوت
كوساين كوساين ان اوميجا نوت تي دي تي. هذا ينزل نفسه زائد هذا ايش راح يطلع؟ تكامل الكوساين شنو؟ ها؟ هذا شو نزلت؟ مرة ثانية نعيد. أهل الرياضيات ايش قالوا؟ قالوا إذا جاك ايش تكامل؟ طلع عزل يو دي في، يو أوجد منه دي يو، الدي في أوجد منه البي، صار عندك أربعة يو ويو في، دي يو، دي. الناتج مباشر مال هذا التكامل من قسمة هذا التقسيم، الناتج المباشر قبل هو يو في البي ناقص الفي في البي. ثاب. اليو تي نزلت. اوكي؟ الفي الفي طلعت هذه. نزلها. صار ناقص واحد على اوميجا نوت تي كوساين ان اوميجا نوت. زين. اجابه تكامل. الفي نزلها. الديو حل هذا التكامل. هذا التكامل ايش راح يطلع حله؟ واحد على ان اوميجا نوت اوكي؟ الكوساين شنو تكاملها؟ ساين موجب ساين. ساين ان اوميجا نوت تي. وهذا هنا ما خليني كتبه. ناقص واحد على ان اوميجا نوت تي كوساين شنو؟ ان اوميجا نوت تي. هاي المعادلة الأخيرة شنو غلط بيها؟ يلا يا شباب شنو؟ مشتقة داخل الكوساين لازم أطلعها. زين هي ان اوميجا نوت وهنا ان اوميجا نوت شو يصير؟ مو 2 تربيع يصير على ان تربيع اوميجا نوت تربيع. تلاحظون من قال تكاملها شو فرق؟ بس يجينا تي في ساين تلاحظون تي في ساين بس هاي تي في ساين تكاملها شنو؟ تكامل هاي تحدد. يعني الساين وحدها تكاملها سالب كوساين. اوكي؟ شباب الساين وحدها تكاملها سالب كوساين. بس الساين اذا انضربت في تي تكاملها شو راح يصير؟ راح يصير هاي الحديد. راح يطلع تكامل التي ساين هو تي كوساين زائد ان ساين على ان تربيع اوميجا نوت.